السلام عليكم. في الفيديو ده عايز أحل سؤال رقم 3، ده 10-3. السؤال ده مديني سيستم، مديني ماتريكس A ومديني ماتريكس B، وبيقول لي عايز أستخدم اليو سي نيجاتيف كي إكس عشان أحط الكلوزد لوب بولز أو أحط الأيجن فاليوز في القيم دي، نيجاتيف 2 بلس أور ماينس جي 4، وإس بيساوي نيجاتيف 10، وعايز نجيب الكي. فده سؤال مباشر على البول بليسمنت عشان نعمل ريجيليشن يعني. طيب انا عندي بس كذا ملحوظه. الاول، اول حاجه، هو هنا مديني البولز جاهزه، بس ده مش لازم يحصل على طول. هو ممكن يديني الديزايرد كاركترستكس، يديني مثلا ديزايرد رايزنج تايم، ديزايرد سيتلينج تايم، والديزايرد اوسيليشن فريكوانسي. دي شويه معلومات كده عن الترانزينت ريسبونس اللي هو عايزها، ومن خلال المعلومات دي انا هقدر اجيب قيم البولز بتاعتي او قيم الايجن فاليوز بتاعتي. يعني في الاخر في معادلات بتربط ما بين اماكن البولز وما بين الفريكوينسي وما بين رايزنج تايم وسيتلينج تايم والكلام ده كله. فده ممكن هيديني الديزايرد كاركترستكس، ويديني المعادلات اللي بتربط ما بين الكاركترستكس دي وما بين قيم الايجن فاليوز او قيم البولز. فده احتمال. طيب في احتمال تاني، دلوقتي السيستم ده 3 في 3، فبالتالي هو له 3 بولز. ده معادله هتكون معادله تفاضليه من الدرجه الثالثه. في الاخر هيكون المقام بتاع الترانسفير فانكشن في اس تكعيب، فده هيكون له 3 سوليوشنز او 3 بولز. ممكن يديني 2 بس، ممكن يديني ال 2 دوميننت بولز اللي هم الاثنين كومبلكس بولز دول اللي هم بيحددوا لي الاوسيليشن وبيحددوا لي الكلام ده كله، والبول الثالث ما يديهونيش. طيب فلو لو عمل كده احنا ممكن هنضطر نفترض البول الثالث في اي مكان مناسب يعني. طب ايه المكان المناسب؟ قال لك كقاعده كده كونفنشن او ك اتفاق يعني، ان غالبا بيكون البول المناسب او المكان المناسب ان انا باخد الجزء الريال من البول ده واضربه مثلا في 5. هاخد الجزء الريال من الكومبلكس او من الكومبلكس بول واضربه في 5، هيديني نيجاتيف 10. هو هنا مستخدم تقريبا القاعده دي يعني. طيب الفكره ان الرقم ده اللي احنا عارفين ان البولز في الاخر بتخش في الريسبونس على شكل اكسبوننت للاكسبوننشال، فهيكون مثلا اي اس ناقص 10 تي. الاخر ده هو الايجن فاليو او هو البول يعني. فالرقم ده لو كبير قوي هيبقى الرقم ده هيوصل للصفر بسرعه قوي، هيوصل للصفر بسرعه يعني، هيوصل هيبقى سريع قوي. ولو الرقم ده صغير هلاقي ان الاكسبوننشال ده بيوصل للصفر بالراحه قوي. فلو سريع قوي ده مش حاجه مطلوبه قوي، ممكن لو هو سريع قوي ممكن حاجه تتهبد مثلا لو احنا بنتكلم في سيستم حقيقي. فمش عايز يكون سريع قوي زياده عن اللزوم. وبرده لو بطيء قوي هيوصل بشكل ابطا من اللي انا عايزه. فاحنا محتاجين قيمه مناسبه، قيمه في النص، ولا هي سريعه قوي ولا هي بطيئه قوي. فالناس قررت خلاص ناخد 5 اضعاف الجزء الريال من الدوميننت بول يعني. طيب نيجي بقى نحل السؤال اللي قدامنا زي ما هو كده. عندي الاي وعندي البي وعندي البولز. اول حاجه نفكر فيها نوصل للسؤال ده، اول حاجه لازم نعملها نتشيك ان السيستم كنترولبل ولا لا. لان لو السيستم مش كنترولبل هتكون الاجابه بسيطه ان السيستم ده مش كومبليتلي سيت كنترولبل، وبالتالي ما نقدرش نعمل له فيدباك بالشكل ده ويحقق لنا الريجريشن اللي احنا عايزينه. تمام. احنا اول حاجه مهما قبل ما نفكر حتى نحل باي طريقه من 3 طرق لازم نتشيك ان السيستم كنترولبل. عشان نتشيك ان السيستم كنترولبل بكون الماتريكس ام اللي هي بي اي بي اي تربيع بي واشوف الرانك بتاعها. طيب الماتريكس دي البي معايا، طب الاي بي عباره عن 0 0 نيجاتيف 1 1 0 نيجاتيف 5 0 1 نيجاتيف 6. هضرب الاي في 0 1 1، المضرب ده هيديني في الاخر ان الاي بي ممكن يجي كده ده بيساوي 0 من اول رو زائد 1 من ثاني رو، هيديني هنا 1، وده هيديني 1 من ثالث رو اللي هو 1 برضو. ده هيديني نيجاتيف 5 هيديني 11. طيب عايز اجيب الاي تربيع بي اللي هي عباره عن الاي في الاي بي. انا هضرب الاي ثاني، هي 0 1 0 0 0 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6. هضرب الكلام ده في الاي بي اللي هي دي 1 1 نيجاتيف 11، ده هيدينا في الاخر 1 1، وده هيطلع نيجاتيف 1 نيجاتيف 5 كده نيجاتيف 6 نيجاتيف 6 نيجاتيف 66 ايه لا دي نيجاتيف 6 زائد 66 هيديني 60. طيب محتاجة تشيك الرانك بتاعت الماتريكس M اللي هي أحط ال B هي 0 1 1 1 1 نيجاتيف 11 1 1 60، وعايز الرانك بتاعها. دي سكوير ماتريكس. أنا ممكن لو جبت بس الديترمنت وشفت إن الديترمنت مش بيساوي صفر فهي فول رانك، أو ممكن أعمل برضه الصف البسيط لو عايز. بس الديترمنت هنا عبارة عن ممكن أجي مثلا هنا ده سالب 1 يعني دي سالب 1
في 60 ناقص 1 زائد 1 اللي هو الواحد ده في نيجاتيف 11 نيجاتيف 1. فواضح ان ده كده مش بيساوي 0، فطالما مش بيساوي 0 يبقى الرانك بيساوي 3، فانا كده فول رانك، فانا كده السيستم اكيد كنترولبل. بعد ما وصلت للخطوه دي وشفت ان السيستم كنترولبل، ابدا بقى افكر احل بأني طريقه. طيب اول حاجه السيستم 3 في 3 مش 2 في 2، فانا بحاول على قد ما اقدر ابعد عن الدايركت سبستيوشن. الدايركت سبستيوشن هيمتع بس هيكون ممكن يبقى يطول شويه، فانا طالما كده ممكن احاول ابعد عنه. طيب الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه بتاعت التي بتاعت ترانسفورميشن ماتريكس تي دي، وقلنا ان الطريقه دي بتكون كويسه قوي لو السيستم على كنترولبل كانونيكال فورم. لو السيستم بتاعي على كنترولبل كانونيكال فورم، يعني الاي كنترولبل فورم والبي كنترولبل كانونيكال فورم، ساعتها هلاقي التي باي، وبالتالي ده هيكون اسهل طريقه ممكنه في الحاله دي يعني. بس هلاحظ ان هنا الاي على الكنترولبل كانونيكال فورم، بس البي لا، البي عشان تكون على الكنترولبل كانونيكال فورم محتاجه تكون 0 0 1، وده مش حاصل. ف السيستم ده مش على الكنترولبل كانونيكال فورم، وبالتالي تي هنا مش هتساوي اي، وبالتالي بلاش استخدم الطريقه دي. طيب الطريقه الثالثه بتاعت الراجل ده دي هتكون اسهل حاجه عندنا في الحاله دي، عشان احنا 3 في 3 زي ما كنت كاتب هنا، ان انا لو 3 في 3 هعرف استخدم الكالكوليتر عشان احسب كل حاجه. فدي طريقه نيوميريكال وما فيهاش انفرس، او فيها الانفرس بتاع الام، بس الام دي 3 في 3 فبرضه الانفرس سهل يعني عشان هعرف اعمله بالكالكوليتر. فدي هتكون انسب طريقه هنا. طيب بس انا كده يعني انا في الثلاث فيديوهات الجايين هحل المساله بالثلاث طرق المختلفين، اول حاجه بالدايركت سبستيوشن، وبعدين بالتي، وبعدين باكرمنز فورمولا يعني.